من جديد ببرنامج سماشي تيك، واليوم ضيفنا المتميز واللي دائما معنا أيمن عيتاني، خبير في تقنية المعلومات. اليوم حابين نحكي معك عن تفاصيل أكثر، تحديدا عن خبر فيسبوك إنه رح يبلش بمتاجر فيسبوك. شو التفاصيل اللي عندك عن هذا الخبر؟ هلا هلا، انت دائما عم تتابعي كاخبار، عم تتابعي دغري لما بتصير. يعني هيدي العمر الخبريه يعني 12 ساعه تقريبا، واللي اعلنها هو مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك، وقال هو على صعيد شخصي كان عم يشتغل مع اقسام مختلفه ضمن مؤسسه فيسبوك لينتجوا ويخرجوا يعني متاجر فيسبوك. وهيدي المتاجر كانوا هن مهتمين يعملوها، وعندهم كان اتجاه على من 3 لـ5 سنين يشتغلوا عليها، بس اكيد بالظرف الصعب اللي نحن فيه نحن هلا صار في حاجه ليكون في اسراع بانتاج هذا الموضوع بسرعه اكبر. ويلي بيلفت النظر فيه انه عم بيفكروا فيسبوك هن بالعائله كلها، اللي هن فيسبوك، التطبيق الازرق، الانستغرام، واتساب، وماسنجر. لما يعملوا صاروا كل الاعلانات الجديده عم تكون كمنتجات، عم تكون بكل العائله. هلا خلينا نحكي شو يعني هيدي المتاجر. المؤسسات كلها بالعالم العربي وخارج البلدان العربيه هلا بهذا الظرف عم يبيعوا على الانترنت، وبس ينتهي هذا الظرف الصعب اللي كنا حاميين فيه رح يكفوا يبيعوا على الانترنت، يلي هن منتجات وحتى خدمات. بس هذه المؤسسات هلا مثل ما بتعرفي انت ما كانت جاهزه، بتقول انا بكره يعني بكره ان شاء الله، يعني لنوصل في وقت وماشي حال المحل، ماشي حال يعني عاده هيك. هلا ما في بكره، في اليوم او امبارح خلصت يعني. ففي كتير ادوات وفي كتير طرق لتنعمل، وما بيعرفوا لانه مش حاضرين كانوا لهالموضوع. لما فيسبوك تعمل منتج مثل هذا اللي هو مجاني، يعني هو المنتج استعماله مجاني ومردودة فيسبوك أكيد من الدعايات من هالمؤسسات اللي حابة تعمل هالدعايات، بس هي كهذه الأدوات مجانية، بتقدر هاي المؤسسة اليوم أنه تعمل متاجر كاملة على إنستغرام وعلى فيسبوك، وفيها تتواصل فيها عن طريق واتساب ماسنجر. ونحن ليه أهمية هيدي العائلة؟ لأنه حتى لو واحد عمل متجر خارج فيسبوك لآخر بده يرجع يفوت هالمؤسسة، تفوت على فيسبوك وعلى انستغرام وواتساب ومسنجر لتبيع وتتواصل مع الناس وتعرف شوفوني وتعرف شتروا مني وكل شيء. فلما هيدي الأدوات بتكون بين إيدين هيدي المؤسسات، صار في عندها من ضمن فيسبوك بأساسه متاجر كاملة. يعني بنحكي قديما وعن جديد. قديما كان إذا عندها منتج على انستغرام كان العميل بيقص الصورة، تفتح صفحة على الموبايل على التليفون، بيشوف شو هي، بعدين بدك تعملي ساين ان، بدك تحطي قديش بتدفعي، بدك يعني في حركة، في يعني براوزر تاني، يعني اصلا يعني صرت بمكان ثاني، خرجنا من عالم انستغرام وفيسبوك وصرنا محل تاني، وبدي احطه ما بيعرفوني انا مين وكل شيء. هون بتضلنا من ضمن فيسبوك وانستغرام واتساب. فلما انت تفوت على المنتج وتقولي انا بدي اشتري هلا، خلص بيعرف حاله، وإذا اشتريت قبل مرة حافظ أنت معلومات الشركة، خلص بتحطي باي ناو أكسبت، مبروك، خلص يعني المنتج صار حيوصل لك. يعني غير أنه بيعرف أصلاً أنا الألغوريثم تبعي وشو بحب، وهي الأمور اللي أوريدي أي فولو على السوشيال ميديا، فبتوقع هذا كله رح يلعب دور. هن حكوا فيه أنه عم يعملوا في الأدوات اللي عندهم إياها هي بالذكاء الاصطناعي، قالوا هيدا أدوات كتير متقدمة لح يحطوها يعني باستعمال هاي المؤسسات يلي على الإنترنت، يلي بيقدر يعرفوا أنه هالة من فئة عمرية معينة بتهتم بهالمواضيع. هونو هيك فيك أنت كصاحب عرض تقول أنا أيمن شاب بهمه غير المواضيع، لما يجي الشاب لعندي على المحل اللي هو المحل اللي عندنا بدي ترجيه هالمنتجات، لأنه عادة شاب بعمر أيمن وهذا ما بيهمه هالمواضيع التانية، ونفس الشيء استجي هالة واهتماماتها، فعندهم هيدي الإمكانية الموجودة يلي أكيد حتساعد مليون بالمئة. وفي كمان شغلة كمان يلي أنا أكيد بتهمك أنت هالة، لأنه كمان من المواضيع يلي سماشي تيجي بتحكي فيها إنه يعني شو عم يكسر على أنت، مين عم يكسر السوشيال ميديا، أنا يعني المؤثرين وشو عم يعملوا. طبعاً ففي منتج ضمن هيدا هو أنا ريتو قلت هذا خاص ناس للمؤثرين، يلي هو فيك أنت هلا كمؤثر اليوم تطلعي لايف على إنستغرام وعلى فيسبوك تفرج المنتج وكل شيء، وتحت هاللايف بيكون فيه هالجزدين هالبطاعة هالأكل هذا، فالناس هي عم تتابع معك فيها تعمل وفيها تشتري. واو. بلا يعني بيضلوا يتسمعوا عليك، بيضلوا يشوفوا كل شيء بيشتروا، كيف التلفزيونات، عندي تلفزيونات مختصة انه بتصلوا فينا هلا وبتشتري هذا المنتج وبيعمل هيك وبيعمل هيك.
هيدا يلي هيدا الشيء يلي حيكون موجود ضمن انستغرام وفيسبوك، فحنشوف كثير المؤثرين اللي عنا نحن حيقولوا انه اشتروا تحت، حيصيروا يعملوا اشتروا وطلعوا فهيك هيك 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 حتصير حتى يشتروا. حلو، ايه خطوة جدا ذكية من فيسبوك، وبتحديدا انه اوريدي في كتير ناس عم بتبيع اصلا هلا عن طريق انستغرام وفيسبوك. يعني انا قريت انه في حوالي 160 مليون اوريدي ناس بزنسز على هاي المنصات، فما بالك هلا مع هاي الفيتشر الجديدة. وهي هي نقلة نوعية. حتى لك أنا شو سمعي بسعيد شخصي، أنا مبارح بالليل قبل يعني الساعة 2 الصبح بتويت الإمارات عم خلص نهاري، وقلت أنا في عندي كم فيديو كم شغلة تشوفن على رواق المنام، كان حاطط هو طالع لايف، عادت أنا مثل هو لايف مارك زوكربيرج مع مرته بريسيلا عم يحكوا على يعني على كورونا فيروس وعم يكون في اختصاصية وهيك، قلت أنا بيبع شان بيصير شان بيصير. فلما فتحت هيك شفت انه صرت دغري كل الافكار شو لما صرت اذا بتعمل كل شيء سحبت للخمسة والخمسة ونص الصبح عم اشتغل على مواضيع خلص، لانه هيدي واضح نقلة كتير كبيرة يلي حتساعد كتير هالمؤسسات يلي بدها تبلش او يلي عندها بس بدها توصل لعدد ناس اكبر يلي على انستغرام وفيسبوك واتساب وغيرها. فهيدا اكيد حيساعد كتير من المؤسسات يلي عم بيع منتجات وخدمات بالبلدان العربية وعالمياً عن طريق الانترنت. وفعلاً هن استغلوا كمان هلأ فترة يعني فيروس كورونا، وأنه أوريدي المتاجر اللي على أرض الواقع سكرت بكتير أماكن وكله تحول للأونلاين والإنترنت يعني والإي كوميرس خلينا نقول، فيعني جداً بمحل الخطوة. وأنا هلا كل يوم بحكي مع أصحاب عمل، أنا شغلي أنا مستشار لأصحاب العمل، وكلهم يسألوني وين بدي بلش، طب شو رأيك إذا بعمل هيك، طب أنا شفت صاحبي صديقي عنده شركة تاني بيعمل هيك، طب بعمل هيك، يعني بعضهم بيطور إنه شو لازم أعمل وكيف، وحتى مش عارف وين يبلش. خلاص يبلش بهيدي وتفتح له مجال كتير كبير، وفي قصص فيه يعملها في قصص ما فيه يعملها مثل كل الأدوات الموجودة، فبس في كتير قصص فيه يعملها. فهي بادرة مهمة ولازم أصحاب المؤسسات اللي عم تبيع على الإنترنت أو يلي ما كنت تبيعها مضطرة تبيع هلأ، أو يلي كل عمرها تبيع وبدها تكبر طريقة يعني قد يعني بيع على الإنترنت، هيدي خطوة كتير كبيرة يلي لازم يدرسوا يفهموا يعرفوا هن كيف لازم يتعلموا ويفكروا فيها لحتى يقدروا إنه يواكبوا هذا التغيير. مليون بالمئة. وأنت ذكرت كمان موضوع المؤثرين إنه فعلاً راح يستفادوا، وبتوقع it's a game changer، راح تغير لعبة أصلاً الإنفلونسرز بشكل كتير كبير. كتير في ناس أصلاً كانت عم تقول إنه هل هي فقاعة وراح يعني تخلص اللي هي موضوع الإنفلونسرز، ولكن مع هاي الميزات اللي عم تطلع من السوشيال ميديا وتحديداً حتى هلا أنت ذكرت موضوع الفيتشر تبع اللايف، already صرنا نفتح هلا الإنستغرام تبعنا ونشوف يعني حوالي أقل شيء 5 أشخاص طالعين لايف تحديدا فتره المساء. صح حتى حتشوفي مش هلا مشكله بالميك اب، فكره الميك اب موجودين تحت، يعني هذا التوتوريال تبع انه كيف تعمل ميك اب بتاعها حيكون موجود هون. والمؤثرين ما نفقع ابدا ابدا ابدا، حتى فيسبوك من قبل هلا عملوا منصه خصوص للمؤثرين اللي هي بترب اللي بتشبك المؤثر اللي حابب يشتغل مع المؤسسات، فعم بحط حاله على المنصه يقول انا مؤثر وهيدي تفاصيل نسبة تبعني، وأنا مستعد أشتغل مع غير مؤسسات، والمؤسسات التجارية بتجي على المنصة بيشوف إنه أيمن بيتبعوا ناس بيهتموا بهالمواضيع بهالأعمال وكل شيء، بيشوف بس هلا عنده هيك يعني فبيقرروا ليشتغلوا. فهيدي بس بوادر واحدة من كتير بوادر يلي بتدل إنه المؤثرين مش حي يعني ما نفقع، في ناس بتفكر موجودين. صحيح. وحتى فيسبوك بهذا القرار كمان متعاوني مع شوبيفاي، هو الناس اوريدي كانت قبل تروح له لحتى تبلش الإي كوميرس ويب سايت تبعهم وغيره، ولكن في ناس كانت ستيل تواجه صعوبة مثلا بهذا الموضوع، فبتوقع هلا ما عاد في حجة لأي حدا يعني. وهلا أنا حبيت سألتي هالسؤال لأنه هني كمان اللي حكوا فيه قالوا نحن فيسبوك فينا نأمن كتير بس ما فينا نأمن كل شيء، يعني واحد بس يشتري منتج بده يوصل المنتج، بده يغلف المنتج، بده يرد المنتج، إذا في مشاكل بده يكون يقدر يتواصل مع العميل يساعد، يعني في كتير أمور اللي ما بتقدر تعملها فيسبوك بطريقة كاملة. فهني فاتحين كمان منصتهم ليشتغلوا مع غير مؤسسات، يعني شوبيفاي عندها ملايين، وو كوميرس اللي هني كمان عندهم كتير ناس عم يستعملون. فهيدي كمان بادر البوادر اللي بتقول نحن مستعدين نفتح لغير مؤسسات، لأنه خاصة شوبيفاي كمان عندهم خصائص إنه أنا فيه إذا عندي بضاعة في أعرف قديش عندي بقى عندي بضاعة قديش بعت بهذا، فيسبوك ما حتفوت بهالفوق كله، فبيشتغل مع غير ناس يلي بيقدروا إنه يشتغلوا فيها. فهيك ساعتها فيسبوك واعي لهالموضوع وعارف وين فيها تقدم وتحسن وتساعد، وين في بده غير ناس مثل شوبيفاي وغيرها إنه يتفضلوا يشتغلوا يفوتوا على المنصات ويشتغلوا مع أصحاب العمل يقدروا
يكون في منتج كامل متكامل. طب شو رأيك هلا بعالم الإي كوميرس تحديدا بالوقت الحالي؟ في عندك كذا شيء. خلينا نحكي شيء نحن كأشخاص عم نشتري، وعندك شيء كالناس اللي بدها تبيع. صح. نحن أشخاص عم نشتري، في قسم ممكن كل عمره مرتاح بيشتري أونلاين وكل شيء، أوكي؟ بس حتى بقول لك أنا على صعيد شخصي، أنا بشتري من زمان بشتري كتير قصص أونلاين، بس في ناس دلت بعت لي دائما حش تشتري أغراض على الإنترنت وحرام حرام الدنيا وحرام مصرياتك وحرام الإنفايرمنت وكل شيء، وأنا بطلع طب ليه هذا الشخص يلي عم بيسألني هالسؤال مع إنه هو بيشتري يعني قاعد عم يشتري أغراض، بس انتبهت إنه أنا محول أكثر على الإنترنت يعني أهل فوت ما دخل هي قصة ما بدي أروح وأحكي وأعمل وشيء خلاص فوت بيجي بغلط أوقات الحجم مش مصبوط المنتج فكرته بيته الأصغير يعني بتصير. مش مشكلة بتصير فبعدين طلعت إنه لا في ناس ما عم يفكر إنه ديفولت اللي يبلشوا فيه الأساسي هو على الإنترنت عم بيحاولوا إنه أنا لما أعوز لقي شيء على الإنترنت لرخص هلا بتلاقي في تغيير أنا صار لي شهرين وثلاثة وأربعة مشتري كل هالأغراض لك وينهم كوانين الأغراض أنا على يعني إنه في يعني ما ضروري إنه بصير مسجياً بحب روح لأنه في أوسع وفي أكتر بصير هيك على المزاج أكتر من إنه لا صار نهار الخميس بعد ما جبت كل أغراضي بدي أروح جيبه فهيدي بتتغير ومن جهة تانية كمان في ناس ما بتشتري أونلاين لأنه في مؤسسة تشتري منها صعبة تشتري منه وبيطلب منك 100 شغلة على الإنترنت ويدقوا لك 100 مرة وبيجوا مؤخرين وبتعرفي وين فهي المؤسسة ما عم تقدر تعطي هذه الخدمة لأنه هالمؤسسة عم بيع 90% 95% بالمحل بتقول 5% إنه ماشي حال بكرة بيكبروا لحالهم هول أو بكرة هلا بطل في بكرة من أفضلهم فعم بيحسنوا لما بيحسنوا طريقة الشروة بتقول أنا هلا إنه لا أنا اشتريت من هون إنه مرتاح ماشي حال إنه يعني منيح الشروة كان عندي مشكلة أعرف كيف في حدا بقدر أحكيه حل المشكلة نقلت بيتي تماماً يلي هو هذا كله بيقدر يساعد بهالموضوع قال لما المؤسسات عم تتبنى إنه بدها تبيع الإنترنت بالأول مش إنه بكرة على رواق نهتم فيهم هون الخمس المية جماعة أيمن من ترون بعدين يعني فلا لما يهتم لما يبلشوا فيها لما يبلشوا فيها مزبوط ويهتموا فيها من الأول مثل ما بيعملوا هني هلا يعني عندك طواقم عندك طواقم خاصة عندك أدوات خاصة عندك فريق مختص بخدمة العملاء يعني هلا صاروا تغيروا طريقتهم فالعميل صار بيرتاح أكثر يشتري فبيقدر يشتري مرة واثنين وثلاثة فهيدي أكيد رح تساعد لقدام هلا وحتى للأفراد يعني مو بس الشركات اللي عم تتجه للإي كوميرس بتوقع إنه حتى الأفراد اللي بدهم يبلشوا حتى لو بزنس هيك صغير خاص فيهم هلا بتوقع الوقت المناسب للجميع يعني يبلش هذا الموضوع يعني هلا أنت عم تحكي فيه كتير مهم لأنه خاصة يعني بالبلاد العربية في أسر منتجة يعني في ناس من البيت عم تقدر تعيش يعني عم يكونوا أكل مرتبين كبيس أتياب هاي المنتجات عندهم مردود عم بتقدروا يعيشوا فيه من العائلة وعادة بيكون في الوالدة بيكون في حدا من أولاد العم حدا من الأولاد عم بيساعد يعني عم بيقدر يكون في مردود وشغل وظيفة لهالناس اللي عم بتساعد هيدي الأسر فهيدي الأسر المنتجة عادة كانت قبل الإنترنت وحتى هلا يعني إنه عادة لازم يفتشوا على المحل لحد بيتهم لازم السوبر ماركت ما يقدر يوصلوا له لحتى هالمنتج يكون بالسوبر ماركت أو بهالمتاجر الكبيرة أو كل شيء فالإنترنت عم تسمح لهم إنه ما يضطروا يتكلوا على هالمتاجر الكبيرة لأنه إذا أنت الوالدة عم تبيع مرطبان كبيس بخمسين درهم هو بالسوق 50 درهم بس هي عم بيعه للمتجر الكبير ب20 درهم السوق الكبير عم يربح كل شيء هلا لا الوالدة عم بتبيعه مباشرة عم تأخذ الخمسين درهم مثل ما هي كلها عم تأخذها ليش بدأت تأخذ بس 20 درهم للمتجر الكبير فهيدي الأدوات بتحتساعد هيدي الأسر المنتجة لتقدر توصل لعدد أكبر من الناس لأن هالأسر المنتجة كيف عم تبيع على الواتساب عندك هاي بعتي لي صورة هاي في عندك هاي بالأخضر بتوصلي لها المنطقة كيف بتدفع لك هذا كله بينقل على متاجر فيسبوك الجديدة اللي عملينا حلو فبتشوف انه انا شفتك على انستغرام شفت منتجاتك على انستغرام بحكيكي شوي على واتساب على انستغرام بيهمني بشتري خلاص انت وصلك الطلب بتوصلي الغرض تماما وهيدي بتكون كامله بهيدي منتجر فيسبوك تماما مليون بالمية انا بعرف العديد من اصدقائي حتى اللي اوريدي عندهم صفحات على الانستغرام وعم بيبيعوا عن طريقه ولكن عن طريق الطريقه التقليديه واللي هي الدي ام بيبعتوا لهم بيوصلوا لهم فهلا يعني مثل ما قلنا جيم تشينجر هذا الموضوع رح يكون الكل رح يتجه نحو فيسبوك شوبس أو هلا اللي رح تصير حتى على إنستغرام ماسنجر وواتساب ويستخدموها بتوقع
صحيح صحيح. وهو الأصحاب اللي حكيت أنت فيهم هو الكتار، يعني كل واحد عنده وظيفته، بس حابب عاجنة بتبيع أسوير برامير يعني منتجات معينة يعني يلي هي موجودة فيها. مثل ما قلت كل الوقت بتكون إنه عم ببعث واتساب وكل شيء، وأنا هول اليوم بتصحهم جيبوا خط تاني غير خطهم العادي الواتساب لتقدروا تتواصلوا مع الناس، ضروري تردوا بسرعة، ضروري يكون في عندكم يعني إذا بدكم توصلوا المنتج يكون في عندكم أكثر من مؤسسة، لأنه في مؤسسات عم بتأثر شوي لحتى ما يعني ما يكون عندهم مشكلة مع 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 زبون. يكونوا حاضرين بالواتساب تحطوا يعني صور تاني لتقدروا توصلوا تفرجون الصور. صحيح. يعني فهيدي مرحلة، هيدي مرحلة أعلى حتكون. فهيدي هو الأصدقاء اللي عم تحكي فيهم أنت، بيفتح متجر فيسبوك، فيسبوك بس فيسبوك يعني العائلة، إنستغرام، فيسبوك، واتساب، ماسنجر، هذا نفس المتجر حيكون على الكل، بيطلعوا المنتجات وصورهم ومعلوماتهم وقديش قديش تكلفتهم وكل شيء بيجهزوها. تجهيز بالأول أكيد فيه يعني بده شغل أكيد. بس بعدين لما يتجهز كل شيء بيصير خلاص، يعني بتحط دعاية، بتبيع برودكت، بيتواصلوا معك الناس، صارت أهيم كثير لإلك كصاحبة عمل وصاحبة المتجر، وأهيان كمان للشخص اللي بيشتري منك إنه خلاص بشوف المنتج بدفع هون وبوجع راسي طبعاً. بعدين حتى قدر يوفر هذا على أصحاب العمل أو الأفراد، يعني ما في داعي يكون عندهم ويب سايت حتى أتوقع لحتى إنه يبيعوا كل هاي الأمور يعني. وأنت حكيت إنه فري، فمعناته أنا ما رح أدفع لديفلوبر يعمل لي إي كوميرس مثلاً ويب سايت وغيره أبداً. ولأنه في كتير متاجر عندهم محلات ويب سايت اللي عليها هون، بس الناس عم ترجع على إنستغرام واتساب بتوصلي لي لهون، عندك اياه بالاخضر، طب اذا انا ما عجبني فيه رد، فهذا كله عم يرجع يجي على فيسبوك وانستغرام واتساب. خلص تفضلوا من الاول، بنحط لكم اكثر مرتب هون والكل بيفوت عليه وفيهم يتواصلوا وبيشتروا فعلا. وشهدت العالم كثير، وحتى هدول الاشخاص حتى ولو انه افراد صغار، نسبه كثير عاليه بالطلبات تحديدا بفتره هلا الحجر المنزلي طبعا، انه الناس قاعده يعني مختلف المنتجات، حتى لو صبغات شعر مثلا، ولو انه مثلا الوان مختلفه يعني ألوان جريئة خلينا نقول، إكسسوارات، كتب وغيرها كله. هلا في ماسكات حتكون كلها ديزاين معينة، تكون هذا حيكون في ميز يعني، في كثير أمور هلا يعني جاي بالحجم هذا الستايل تبع يعني. العيد يمكن هيكون تماما فعلا. شكرا كثير لك لكل المعلومات اللي اعطيتنا اياها كالعاده، مقابله جدا ممتعه ومفيده ايضا. ان شاء الله الاسبوع الجاي بيكون عندنا تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع، وبنحكي كمان عن التجاره الالكترونيه بتفاصيلها اكثر. انا حاضر هلا. ثانك يو سو ماتش، شكرا كثير لكم. بشوفكم انا بعد شوي ببرنامج مال واعمال وباخبار مفصله اكثر عن البزنس، خليكم معنا.